السلام عليكم خوتي، لما كنتم واحدة موجودتهم السلام عليكم بدون استثناء سواء في الداخل والخارج ومن الداخل نحييكم عرب الشتات عرب أوروبا عرب في كل مناطق. المهم خوتي اليوم رانا في مطعم تقليدي مولاه خونا قشينة من مسيلة. شوف كيف يعني ما شاء الله يعني أكلة تقليدية. أنا مع الشخشوخة هكذا مع كاس البن، كل واحد يدي كاس. خوتي نشوف خونا عدري. السلام عليكم. وعليكم السلام اخويا، لاباس؟ مرحبا بكم في خيمه الناقه. الشخشوخه، المهرس، الكسره، البن، صبيطي عايديك. اسمح لي خمول دجاج، لحم مفور، لحم تاع الناقه تاع البعير، وهاك تشوف تاع مسيره هذه حضنا، وهم يا ابن الله لا يزيدوا يقولوك على البنه تاعها. تفضل. صحيح. رشدي السلام عليكم. السلام صالح. اخويا جبتنا لهذا المطعم هذا دائما، وش الحكمه تاع المطعم هذا؟ شغل نقول السلام عليكم، السلام على كل الجاليه تاعنا متواجده في الغربه. هذا المطعم سبيسيال مول لي بلا تراديسيونيل شخشوخة زبيدي، وانا نموت بزاف على زبيدي، وخاوتنا الناس مسيلة هنا نرحبوا بهم، يعني جابوا لنا هذه الأكلة التقليدية اللي نقدروا نقولوا اشتهروا بها هنا في بلاد البرج. وخلوا الكلمة لمراد، مراد يحب الشخشوخة بزاف. اه مراد صح، فطورك خويا مراد. السلام عليكم. واش راكم؟ السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير على خير، سورتو الاخوان اللي راهم متواجدين في القارات الخمس، نحييكم تحيه كبيره. اصدقائي اللي راكم متواجدين في باريس، راني اشتقيت لكم بزاف بزاف. راني هنا في الجزائر والحمد لله تو فا بيان، ان شاء الله يكون يوم ما نقدروا نجتمعوا في مطعم كيما هذا ونتلاقاو ونكسروا، لان الجزائر قبل كل شيء وبعد كل شيء، الجزائر هو اهم شيء. رغم ان كل الظروف راهي صعبه، خصوصا الفتره الاخيره مع الدستور هذا راك ناقصه الجاليه الجزائريه، ان شاء الله نهار واحد اخر تعاود يكون لي وجود بلاد، لان الجزائر هو بلدكم. والسلام عليكم ورحمه الله. بصراحه صالح يعني عجبتني كلمه الاخ مراد، كلمه توفا بيان. انا ما نقول له مانيش كل معك في توفا بيان، يعني الحقيقه انا نشوف فيها، احنا كنا كجزائريين نعيشوا هنايا ونشوف يشوفوا فيها حتى الاخوه تاعنا اللي خارج الوطن، لكن هذه كلمه توفا بيان يعني كلمه مش في محلها يا مراد، مع ما راك اخي، لكن انا ما نتفاهمش. خليني معك، انا معك، نوافقك، انا نوافقك الراي اخويا. واضح، احنا راه نشوف حتى 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 يعني تصور يا مراد، يا الجيري كانت عندك 10 كيلو في لاكارت فيداليتي قلبوها 5 كيلو، راح يرجعوا 5%. انت تشوف 5 كيلو برك، حتى انه مشترك جيزي ونجم موبيليز بعد هذه الايام راح يزيد يرفع السعر تاعو ب 50%. كارثه. السؤال يبقى مطروح. شعب مظلوم، شعب مغبون، شعب راهو يعني ربي يجيب الخير ان شاء الله. بارك الله فيك. من بلد افريقيا، من بلد الفقاقير. احييكم. اسمح لي بزاف خرج دي الفكره اللي كان يقولها، انا انسان واقعي وراح عايش لهنا ويشوف ونحترم وجهه النظر نتاعو، لكن انتم اخواني اللي راكم في الخارج عندكم محبه كبيره للبلد هذا، نقول لكم ان شاء الله مرحبا بكم، وان شاء الله تجوا نهار وتكونوا سعداء كما راني انا سعيد. مرحبا بكم. نشكرك الاخ صالح، ونشكرك على زيارتك هنا للوطن الام، وايضا للجزائر ولايه البرج. تحياتنا لمراد، تحيات ليك، تحياتي لكل المغتربين. نتمنى ان شاء الله من قلوبنا المره الثالثه ان شاء الله تكون مطاعم كما هذه كما شفناها في اوروبا، خاصه بفرنسا للجاليه تاعنا الجزائريه، وشفنا المغاربه والتوانسه الاخوه الاشقاء عندهم مطاعم خاصه، ان شاء الله تكون احنا الجزائر عندنا مطاعم خاصه اللي يكون فيها الموروث الثقافي تاعنا والاكلات الخاصه الجزائريه، يعني وهي الجزائر كبيره من الشرق الى الجنوب ومن الشمال الى الغرب، بتنوعها كبيره بتنوعها، يعني في كل ولايه كاين طبق خاص. نتمنى ان شاء الله تكون مطاعم خاصه وين تبرز الموروث الثقافي تاع الجزائر تاعنا وبلادنا، نفتخروا بها، ربي يحفظ لنا بلادنا ان شاء الله. امين. تعيدوا. شيء مهم جدا، الوطن هو الوطن. مساعدكم شخصوخة.